أنا اسمي سليمان الكويتي، أنا ابن الملحن صالح الكويتي وعمي أبوي داود الكويتي أخو أبوي، ونحن الساعة قنحكي وقاعدين بالشارع بلد تل أبيب على اسم أبوي وأخونه، شارع الذي اسمه الإخوان الكويتي، أكو شارع لاخ على اسم بلد اسمه أور يهودا، أكو هون سوق مثل سوق حنوني ببغداد. أخوي الكبير سووا له ميلة ببغداد وسووا له حفلة، والأمير من الكويت أحمد جبار جاء للميلة من طرف أبوي، سمى اسمه لأخوي على اسم الأمير من الكويت، سمانه صباح على اسم عائلة الصباح، وأمير من الكويت جاء ويا كل الشيوخ والوزراء، جاء الحفلة وطعانوا هدية 3 باونات ذهب، قال له هاي من طرف الولد من يكبر ارفع عليها، وإكذ حبوا الملك راسي حبوا لأبوي، وطعانوا ساعة ذهب كبيري وكتب عليها من خلف ويطبغ من الملك وكتب عليها خلف، وهاي ساعة بعدها عنا سنة 51 طلعوا من العراق، أخير الخمسينات قاموا يشتغلون بالإذاعة، طلعوا من الإذاعة ساعة واحدة بأسبوع يدقون الموسيقى مالهم، كنت تشوف وين معكو عراقيين ما كنت تسمع نفس. صالح وداود الكويتي العتايب مالهم والأغاني مالهم كانت تطلع من الشبابيك من العصافير، كانوا يجون يسمعوهم، وأش كنا نسمع بعد؟ كنا نسمع أوف مال أماتنا، الأمات كانوا يقولون أوف أوف. وجيت الدودي قام يشتغل علي هاي الأغنية وسوى أول ديسك سماه دودو تاسا والكويتيين، وهذا الديسك نجح هون بإسرائيل ونجح بعد إسرائيل يعني. على شواطئ دجلامه، على شواطئ دجلامه. تشمع مفا شلانو هولخ ليوت مفا مهمم، لو هيا دبر كذا بارتس لفي داتي، زو هولخ ليوت سيبور خيهم של האחים קוויטי במקביל להתפתחותה של הקהילה היהודית בעיראק. קראתי את הספר שמספר את סיפור חייהם והוקסמתי והתרגשתי ממנו, ואני ממש שמחה להיות חלק מהמופע הזה. أقول له الشاب العراقي أنت مثل أخوة مالنا، نحن عراقيين ثم ما عايشين بالعراق بس عراقيين.